طيب هبدأ مع حضراتكم بمنتخب مصر. طبعا يعني كل اللي سمعتوه واللي تابعتوه فيما يتعلق بالتشكيل المتوقع هي مجرد آراء، مجرد توقعات، تكهنات، لكن حتى اللحظة ما فيش شيء رسمي، والموقف مش واضح حتى ممكن يكون بالنسبة لكارلوس كيروش نفسه. هو النهاردة مفترض أن هيبقى فيه اجتماع مع دكتور محمد أبو العيلة هيتكلم فيه على موقف المصابين، وخليني أقول لحضراتكم الكلام ده بنسبة 90% هو اللي هيحصل في مباراة بكرة فيما يتعلق بموقف المصابين. التشكيل ده قصة تانية، لكن فيما يتعلق بمشاركة أيمن استحالة، أيمن مش هيلحق، وأعتقد حتى لو المنتخب راح لبعيد وفي البطولة ووصل لمباراة نهائية برضو أيمن ما أعتقدش أنه هيلحق يشارك مع المنتخب في بطولة كأس العرب. مشوار أيمن مع المنتخب في بطولة كأس العرب انتهى. أحمد حجازي احتمالات مشاركته بكرة ضعيفة جدا جدا جدا، ما أعتقدش أنه الجهاز هيغامر بيه أساسا حتى ولو كان جاهز. اللي قريب جدا من المشاركة هيكون حمدي فتحي ومحمد الشناوي، وده هيتحدد بعد، ودي الكلام ده حسب تصريحات كارلوس كيروش، بعد ما يتم التأكد من شفائهم بنسبة 100%. كارلوس كيروش قال انه سلامة اللاعبين عنده خط احمر، وبالتالي ما اعتقدش انه هيشارك او هيدي فرصة للشناوي او حمدي فتحي الا لو الجهاز الطبي اكد على سلامتهم بنسبة 100%. لكن احتمالات ظهورهم في مباراة بكرة خلينا نقول 80-20، 80% يلعبوا في او يكونوا موجودين في التشكيل الاساسي و20% يبقوا بره تشكيل منتخب مصر. الاهلي طيب خليني اروح لكابتن واحد طبعا من نجوم الكره التونسيه، كابتن خالد بدر قائد المنتخب التونسي سابق معانا في السادسه. مساء الخير كابتن خالد. مساء النور حبيبي ومرحبا بيك ومرحبا بالشعب المصري. اهلا بيك، دايما نسعد دايما باستقبال وسماع صوتك على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني طبعا ابارك لك وصول المنتخب التونسي للدور قبل النهائي في بطوله كاس العرب، واكلمك على توقعاتك او رؤيتك للمواجهه المصريه التونسيه بكره ان شاء الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء كل مبروك الفريقين الاثنين اللي قدموه تلك الدوره في البطوله العربيه. هذا مش بالسهل وصل الفريقين الاثنين، تم عمل جبار قاموا به. اليوم المنتخب المصري، خلينا نتكلم شويه عن المنتخب المصري اللي قدم مستوى عالي، تكتك من طراز عالي، عنده مدرب معناتها قدير، قادر يقلب الموازين في اي وقت ممكن. يظل لي انا شفت المباراه الاخيره ضد المنتخب الاردني، التغييرات نتاع المدرب اللي سواها، دخل ثلاثة لاعبين وطلع ثلاثة لاعبين، قلبت الموازين المباراة كاملة، وكانت تلت نقولوا أكثر. خلينا نقولوا الشوط الأول كان المنتخب الأردني، الشوط الثاني والحصص الإضافية كانت المنتخب المصري. تكتك عالي معناتها أبهرني من المستوى نتاع المنتخب المصري. بمباراة بكرة هي مباراة المنتخب التونسي، رجع بعد مباراة سوريا قدمنا مستوى هزيل، كانت كل الصحف زي ما تعرف كل الصحف وكل المنتقدين الرياضيين في تونس معناتها انتقدوا بشدة اللاعبين والإطار الفني، ما كانوش في المستوى. يظل لي كانت الرد إيجابي بتاع المنتخب التونسي في المباراة ضد المنتخب الإماراتي كان مستوى عالي في الشوط الأول، في الشوط الثاني زاد ثم تذبذب في الاداء بتاع المنتخب. في مباراه عمان المنتخب التونسي لعب تكتيك معناتها ممتاز، لعب طريقة 4-3-3، وكان المستوى المنتخب التونسي في تحسن كبير. بكره هي مباراه صعبه، يصعب التكهن فيها. المنتخب المصري عنده 50 والمنتخب التونسي عنده 50. الكل انا مش نقول المباراه هذه اللي باش يكون جاهز بدنيا نفسانيا. خليني اكلمك شويه على نجوم الكره التونسيه. يعني احنا كمصريين حتى في متابعتنا لمنتخب مصر في بطوله كاس العرب شفنا مستر كارلوس كيروش بيقدم عدد كبير من الوجوه الجديده على المنتخب، واللي منهم الحقيقه ناس اثبتت جدارتها. هل الوضع عندكم في تونس بما انه طبعا في غياب للمحترفين، احنا عارفين طبعا اللعيبه التوانسه اللي بيلعبوا في الانديه المصريه دول حافظينهم زي ما بيقولوا عن ظهر قلب، لكن خليني اقول لكم انتوا التوانسه شايفين المنتخب او الوجوه الجديده اللي ظهرت في المنتخب تقييمكم ليها ايه؟ مين اللعيبه اللي اثبتت وجودها وتتوقع انت شخصيا ان مشوارها مع المنتخب التونسي يستمر؟ والله في لاعبين معناتها جدد في المنتخب، مثل المجبري، مثل الجزيري، مثل دراجون، معناتها لاعبين هذوما اللي اعطوا الاضافه للمنتخب التونسي.
شوف اللاعب المجبري قدم مستوى كبير وكبير جدا، لاعب مع تخرج من مدرسه كبيره اللي هي المان يونايتد. كي تشوف اللاعب وطريقه اللاعب، اللاعب نفسه معناتها في تطور كبير، انسان يلعب الوان تاتش تو تاتش، سرعه، تغيير المركز نتاعو، يكون في الوسط تلقاه في الخط الهجوم، في افتكاك الكره تلقاه موجود. هذا لاعب خلى بصمه كبيره وكبيره للمنتخب التونسي وكل كل المحللين اللي في تونس، معناتها عاجبهم اللاعب هذا بالمستوى نتاعو بالاداء نتاعو. الجزيري زاد نفس الشيء اللي هو اثبت الوجود نتاعو واثبت جدارته اللي هو في الخط. بمناسبه الجزيري خليني احطه تحت بقى سياق سؤال تاني، ازاي بتشوف مردود او الاضافه او المستوى اللي ظهر به اللاعبين التوانسه المحترفين في الدوري المصري، وهل مشاركتهم مع الانديه المصريه سواء في بطولات قاريه او بطولات محليه ساهمت من وجهه نظرك في تطور مستواهم؟ بطبيعه الحال اذا انت تقول لي على الجزيري يلعب في نادي الزمالك، فريق كبير، فريق عنده العرقه نتاعو، ويظل يقدم المستوى وقدم الاضافه للنادي الزمالك. ثم فخر الدين بن يوسف الاسماعيلي معناتها قاعد يتطور في الاداء نتاعو، نفس الشيء لعب في فرجاني سيتي كان في مستوى عالي، اليوم معناتها فرجاني سيتي تم تذبذب في الاداء نتاعو مع المنتخب التونسي، ما ظهرش المستوى اللي اظهر به مع نادي الزمالك ومع المنتخب سابقا. اليوم فرجاني سيتي معناتها ثم نسبة يلعب ب 50 60% من المستوى المعهود، فرجاني مش معودنا بالمستوى هذا، ثم تذبذب صحيح في الأداء نتاعو. معناتها الخروج نتاعو من نادي الزمالك أثر عليه شوية معناتها على مسيرته الرياضية وعلى المستوى نتاعو. أنا اللي شفته في التحيل ماهوش قاعد يقدم في مستوى عالي، مع المنتخب زاد نفس الشيء. كابتن خالد اسمح لي كمان، عشان اسمح لي يعني بعتذر عشان دي الوقت يهمني اسمع رايك، بكره تونس هتلعب قدام مصر ازاي؟ هل تتوقع انها هتلعب بنفس الاسلوب نفس الطريقه نفس التشكيل، ولا تتوقع تغييرات على منتخب تونس بكره؟ والله احنا يعني في تونس معناتها المدرب هو اللي يعرف المجموعه، يعرف ككل. لا انا بسالك عن رايك الشخصي، يعني يهمني اسمع وجهه نظرك انت شخصيا، هل تتوقع مواجهه مصر تكون بنفس الطريقه والاسلوب اللي لعب بيه منتخب تونس البطوله، ولا تتمنى ان يكون في تغيير في مواجهه المنتخب المصري؟ في تغيير بطبيعه الحال، في تغيير على خاطر مش كل الفرق، انت لعبت ضد فرق خليجيه معناتها على البطوله الاسيويه، ما لعبتش على البطولات الافريقيه، معناتها كي لعبنا ضد موريتانيا ورينا المستوى المنتخب التونسي. أي. كي تلعب ضد منتخب مصر ثم سيستم اخر وثم روح اخرى وثم كثير حاجات معناتها تتغير، وزاد نفس الشيء المنتخب المصري. مش باش يلعب زي الاردن كيف مش يلعب زي المنتخب التونسي، معناتها ثم اندفاع بدني كبير، ثم روح قتاليه في الملعب، ثم الجرينتا اللي موجوده معناتها في اللاعبين معناتها من غير ما تكلمهم ولا تتكلم معاهم واحد هم عارفين، حتى تركيز اللاعب عارفه اليوم مش يلعب ضد تونس، وتونس زي نفس الشيء مش يقول لك مش يلعب ضد مصر. نتمناها ان شاء الله مباراة ممتعة، وإن شاء الله بإذن الله يفوز فيها الأفضل. كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني، وتحية لأشقائنا في تونس، وتحية طبعا لكابتن خالد بدرة نجم الكرة التونسية وقائد المنتخب التونسي السابق. خلينا نروح